بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والآن ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة الثانية أرجوكم أعلى أعلى من هذه بكثير. هذه ليلة عرفة عندنا وفي الحجاز وعند الحجاج، هذه ليلة العيد، أيام مباركة، ساعات مباركة. وأنا من هذا المنبر، من هذا المكان المرتفع، تقع عيني على رؤوس متراصة وأجساد متلاصقة، ألوفا مؤلفة، عشرات الألوف بل مئات الألوف من زوار قبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الكل يرفعون أصواتهم بالدعاء، بالبكاء، بالتضرع، بالاستغفار، بقراءة القرآن. إذن أبواب، وهذه ليلة الجمعة، أي نور على نور، فضيلة فوق فضيلة. أبواب الدعاء مفتوحة يا مؤمنين، لا تقصروا في الدعاء. وليكن دعاؤكم يا أيها الإخوة الزوار دعاء من اشتدت فاقته. تعرفون شو أقول؟ دعاء من اشتدت فاقته وأنزل بالله حاجته، دعاء الغريق، دعاء المحزون المكروب، دعاء المسكين الفقير المستكين. هذا الدعاء مقبول لا يرد. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. مكان البيت يعني البيت كان مهدوما، الكعبة بفعل العواصف وبفعل السيول والأمطار الغزيرة والرياح العاصفة، تهدمت الكعبة التي بناها آدم عليه السلام وبمساعدة جبرائيل عليه السلام. الله تعالى جاء بإبراهيم، أخرجه من العراق بعدما حطم الأصنام ونقله إلى بلاد فلسطين، ومن هناك جاء به إلى مكة. ومكة يومئذ وادي، وادي كما يقول، واد غير ذي زرع، لا فيها إنسان ولا طير ولا ماء ولا زرع ولا شجر. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يأتي بولده إسماعيل وأم إسماعيل هاجر، يأتي بهم في هذا الوادي. مرت أيام، إسماعيل ذاك اليوم كان طفلا يرضع، وله قصة، وكانت زوجة إبراهيم سارة في فلسطين حتمت على زوجها أن لا يبيت في مكة، يرجع إليها. فلما هم إبراهيم بالرجوع جعل طفله الرضيع يهمهم عليه،
وقد رزقه الله بعد أكثر من 90 سنة ولدا عزيزا جميلا، فدمعت عينا إبراهيم، رفع يده إلى السماء، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ترك إسماعيل وأمه وذهب إلى الشام. اشتدت الشمس، اشتدت الحرارة، اشتد العطش بهذا الطفل، ويبس اللبن في صدر أمه. الأم عطشانة والطفل عطشان، هنالك حالة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هاجر قالت لإسماعيل: على من تدعنا؟ وين تخلينا وتروح؟ قال: إلى الله. إيه والله، نعم بالله. فذهب. هذه الأم نظرت إلى طفلها يصرخ من العطش، يصرخ من العطش ولا يوجد قطرة ماء، والحر شديد، فوضعت هذا الطفل على الأرض وظللته بردائها، ثم نظرت إلى جانب الصفا فرأت السراب وظنته ماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فلما جاءت إليه وجدته سرابا، ثم التفتت إلى جانب المروة رأت هناك سرابا ظنته ماء، فذهبت إليه وجدته سرابا، وبقيت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، كل ذلك تسمع صراخ الطفل. الإخوة الذين سعوا بين الصفا والمروة يعلمون هنالك نقطة يستحب للرجال أن يهرول. لماذا يهرول؟ لأن هاي الأم كانت تسمع صراخ طفلها، ولذلك كانت تتهرول. نعم. وفي المرة الأخيرة عندما وصلت هاجر إلى مروة، لاحظت أن طفلها سكت، فأسرعت إليه. لاحظت أن هذا الطفل من كثرة ما ضرب بكعب رجله إلى الأرض تفجرت عين ماء كعنق البعير، يفور الماء بقوة، وكاد الوادي أن يمتلئ ماء من قوة زخ الماء. اللهم صل على محمد. فجمعت حوله الرمل والحصى وقالت بلغتها: زمزم. فسميت زمزم. إخواني، هذه الأم ملأت كفيها من الماء وقدمته إلى طفلها. ما أدري أنتم جربين طفل صغير العطشان لما يقدمون الماء، يلزم إما الكاس والاستكان، يلزم بقوة. الطفل تمسك بيدي أمه كان يشرب، والأم دموعها تجري على ولدها العطشان. أريدكم تذكرون عبد الله الرضيع اللي ما شرب، ما شرب ماي. نعم، هنالك الولد كبر
وكان إبراهيم بالسنة مرة مرتين يأتي يزور الطفل، يزور أم الطفل ثم يرجع. مرت سنتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إلى أن صار إسماعيل ابن 16 عاما. لما كان عمره 11 عاما رزق الله إبراهيم ولدا ثانيا في الشام سماه إسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فنزل جبرائيل على إبراهيم عليه السلام وهو في مكان البيت، بيت بعده مو مبني. إبراهيم عمل عمل المهندس، جبرائيل عمل عمل المهندس، أشار بعصاه ورسم خطة مربعة وقال لإبراهيم: إن الله يأمرك أن تحفر هذا المكان. قال: شنو هالمكان؟ قال: إذا تحفر هذا المكان تجد قواعد البيت، قواعد البيت يعني الأسس، الحجارة، الأسس التي وضعها آدم وجبرائيل لبناء الكعبة. فجعل إبراهيم وولده إسماعيل جعلا يحفران، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. اقرأ القرآن، القصة موجودة بالقرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجمع التراب والماء من زمزم، عمل الطين، وجعل هو وابنه ينقلون الحجارة من عدة جبال، جبال المحيطة بمكة، وارتفع البناء إلى حوالي القامة، إلى حيث منكبه. فأراد شيئا، الآن نحن في منطقة نسميها، هذا اللي يخلون رجليهم عليها الارتفاع، سكلة، شيئا يشبه السكلة في منطقة. فنزل عليه جبرائيل بحجارة مربعة، هذا الآن موجود الحجارة، كل من يذهب إلى مكة يقدر يرى الحجارة بعينه. هاي الحجارة المكعبة الله يسميها مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، فيه آيات بينات. بينات يعني شنو؟ كل حاج، كل معتمد يقدر يشوف الحجارة. ويقول عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك الحاج والمعتمر لما يكمل الطواف عليه أن يصلي ركعتي صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم، خلف هاي الحجارة. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان يضع رجله على هاي الحجارة، الحجارة هي ترتفع وتنخفض وتتوجه يمينا يسارا، حتى بنى إبراهيم الخليل الكعبة ورجلا. والآن إن شاء الله لما تروحون إلى مكة ترون مقام قدمي إبراهيم، آثار قدم إبراهيم على الحجارة موجودة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث حجارة أخرى بيضاء وقال لإبراهيم: هاي الحجارة انصبها على الركن اليماني، الركن الكعبة المتوجهة إلى بلاد اليمن. وكانت هذه الحجارة بيضاء، ولكن من كثرة ما لمسته أيادي المشركين لونه تغير، صار أسود، فسمي الحجر الأسود. وهذا الحجر الأسود عجيب،
قيل إنه ملك، وقيل إنه يد الله في أرضه. ولذلك يستحب أن الحاجج يلمس الحجر الأسود، يقبل الحجر الأسود ويتم، وهو شاهد، هذا الملك يشهد، يسجل أسماء الحجاج، أسماء المعتمرين يسجلهم يوم القيامة، يشهد يقول إلهي أنا أشهد، هذا إجاني، فلان إجاني، فلان جاء حاجا، فلان جاء معتمرا. ولما كمل البناء الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم، رأى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أذبحك بيدي، بالسكين أقطع راسك يا ولدي. هذا الامتحان العظيم، الله امتحن إبراهيم ونجح إبراهيم في هذا الامتحان. من منا ينجح في هذا الامتحان؟ من؟ ولذلك الله يقول وإذ ابتلى، يعني امتحن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني الامتحانات نجح بهن كلهن. لما نجح الله أعطاه وسام، جائزة. شنو الجائزة؟ قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم بعد النبوة، بعد الرسالة، بعد الخلة، بعد أن كان من أولي العزم، بعد أن أصبح خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، الله امتحنه بهذا الامتحان أن يذبح ولده بيده، ونفذ أمر الله. بس الله ما خلى، على كل حال صار مثل هذه الليلة، يعني ليلة العيد، في مثل هذه الليلة، ليلة العيد هناك، إبراهيم شاف المنام هذا، قال يا بني إني أرى في المنام، يعني الله أمرني، منام الأنبياء أمر وحي صادق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، بيدي أقطع راسك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أمر مؤمر خلاص. قال وأنت شلون؟ قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أصبر، تقطع راسي أصبر. أصبح الصباح، قال إبراهيم لهاجر أم إسماعيل، قال يا هاجر أنا وابني اليوم مدعوين دعوة، معزومين عزيمة عند عظيم، يقصد العظيم الله يعني، الله عازمنا عزيمة. فقالت أهلا وسهلا، لكن شي اللي خلى هاجر تفكر أن إبراهيم عليه السلام أخذ معه سكينة مدية اللي يذبحون بها البقر وينحرون بها الإبل، زين إذا معزوم شو تسوي بهالسكينة هذه؟ ذهب في الطريق، بينما إبراهيم وولده إسماعيل ذاهبين إلى محل المنحر أو المذبح، إسماعيل قال يا أبا أنا حاضر تذبحني أهلا وسهلا، لا لكن عندي ثلاث حاجات. قال اسأل بني، اسأل. قال حاجتي الأولى إذا أردت أن تذبحني اذبحني من قفا، يعني سكينة خليها الصبح مو هالصبح. قال ليش يا ولدي؟ قال لأن تدري أنا لون وقت الذبح لوني يتغير، وأنت تشوفني أب تدركك رقة الأبوة،
أخاف يتأخر أمر الله، أمر الله أخاف يتأخر، ما أريد أمر الله يتأخر. الله أكبر، إيش صار بقلب الأب؟ قال نعم يا ولدي، أقضي شغلك، أقضي حاجتك، بعد عندك؟ قال نعم يا أبا، حاجتي الثانية أن تشد يدي ورجلي شدا محكما بالحبل. قال ليش يا ابني؟ قال أنا وقت الذبح تقطع رأسي أقوم أرفس، وإذا شوف أنا ابنك أرفس أيضا يتأخر أمر الله تعالى. نعم، شد يدي ورجلي شدا محكما تمنعني من أن أرفس. قال لك ذلك يا بني، ما يخالف. بعد قال نعم، حاجتي الأخيرة أنا ما ودعت أمي، أمي تعبت علي سنين، سهرت علي الليالي، شافت الضيم. نعم، أريدك تبلغ سلامي على أمي وتعتذر منها عن لساني، وتأخذ قميصي إليها حتى تتسلى برائحتي من بعدي. الله أكبر، إبراهيم يسمع هالكلام من ولده العزيز فلذة كبده وهو قد جاوز 110 سنوات من عمره، والله رزق هذا الولد اللي كله نور وجمال. الله سبحانه وتعالى يقول فلما أسلما، أريد أن أوجهكم يا إخواني يا زوار الحسين، أسلما اثنيناتهم، شنو الأسلما؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. أريد أركز على هذا الإسلام. أولا أخو آية يقول قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. ذاك الإسلام يعني إسلام اللفظي بس أداء شهادتين، هذا هو. لكن هذا الإسلام لا، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الوالد أسلم إلى الله أن يذبح ابن بيده، والولد أسلم إلى الله أن يذبحه أبوه. أخذ الوالد رأس ابنه خلاه على الحجر الجبهة وتله للجبين، خلى جبينه على الصخرة وخلى السكينة على رقبته، وجعل يستعمل كل قوته أن يقطع الرأس، رأس ما ينقطع، السكينة تنقلب من هذا الجهة إلى هذا الجهة. الله أكبر، مرت 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق، 15، 20 دقيقة، السكينة ما تعمل، السكينة ما بيها عيب، سكينة حادة، ينحر بها الإبل، يذبح بها البقر. عجيبة، هنا ضرب إبراهيم بالسكينة إلى الصخرة، السكينة قطعت الصخرة ودخلت في الصخرة، فقال إبراهيم تقطعين الصخرة ولا تقطعين رأس ابني؟ فأنطق الله السفينة سكينة، السكينة قامت تتكلم، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالت السكينة، قالت الخليل يأمرني والجليل ينهاني. الله يقول لا تقطع. فلما أسلم وتله للجبين
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بارك الله بك، نجحت بالامتحان، نجحت بالامتحان. إخواني أنا أذكر أسألكم، وهاي ليلة الجمعة وأنتم عند الحسين، وهذه البقعة اللي أنتم جالسون عليها، كم من رؤوس قطعت وكم من أيد قطعت؟ نفس المقام في نصرة الحسين عليه السلام، أولها رأس الحسين نفسه. الرؤوس كلها قطعت، حتى رأس عبد الله الرضيع انقطع. نعم، هالمكان اللي انتم قاعدين. الله تعالى يضرب لنا مثلا للمسلمين أنه لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. الله ما يقول لك اذبح ابنك، لا أبدا، ولكن يقول تعلموا التسليم والطاعة والانقياد والخضوع من إبراهيم. ومن بعد إبراهيم أعجب هو الحسين. أنا الآن ما أريد أقرأ تعزية، أريد نأخذ درس، درس التسليم والطاعة والانقياد والخضوع إلى الله. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، يا سيوف خذيني، رأسي وأرأس أسرتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال المبين. نعم، هذه رجالي في رضاك ذبائح، هذه رجالي في رضاك، رضا من؟ رضا الله. هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعين، ماء الفرات محلل لكلابهم، وأنا الذي عن شربه منعوني. أبا عبد الله، يا الأعجب، أنت أعجب أو إبراهيم الخليل؟ إسماعيل أعجب أو ولدك علي الأكبر؟ أو ابن أخيك القاسم؟ بعد وين تروح؟ الآن يا مؤمنين، يا زوار الحسين، الآن ابني وابنك، أخويا وأخوك الآن في جبهات القتال يقتدون بإسماعيل وبعلي الأكبر وبالقاسم، وأنا كل يوم فوق هذا المنبر أرى بعيني يدخل شهيد ثم شهيد ثم شهيد. هذول الشهداء منين يجيبوهم؟ وين صاروا شهداء هذول؟ وين؟ بالمستشفى؟ لا. ببيوتهم؟ لا. بالتجارات؟ لا. في جهاد في سبيل الله، في الدفاع عن هذا الدين. هنيئا لكم. أنا ما أدري أنتم هل قاعدين أمامي واقفين، هل فيكم أحد والد قدم ولده شهيدا؟ قطعا أكو، قطعا أكو فيكم من قدم ولده أو أخاه. وفي النساء المؤمنات أعرف كثيرا من الزوجات فقدن أزواجهن، وفي أطفالنا أصبحوا يتامى آباؤهم فقدوا. رضا الله سبحانه وتعالى، هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعين. كثير من الأطفال تيتموا، لكن لا يتامى كيتامى الحسين عليه السلام. كثير من البيوت دمرت، ولكن ابن سعد صاح على مخيم الحسين علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين.
الله أكبر. بيوت الظالمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أشعل الخيام نارا. فاتفررن بنات رسول الله يتراكضن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، كلما احترقت خيمة خرجنا منها ودخلنا الأخرى حتى اجتمعنا في خيمة العليل زين العابدين. يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راحوا وين، ما مش بالكفر شيمة، هل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة. والسجادة جو سحبوه ودمع على الوجه سالم، سويت يا أبا عبد الله سويت سويت سيدي سويت عمل لإبراهيم لازم يتعلم منك، إسماعيل لازم يتعلم من أولادك، وأنت يا زينب أنت سويت يا زينب، صلى الله عليك يا زينب. الليلة جمعة بعد شقاعد، هاي الدموع هاي العبرات والله تنفعكم عند الموت عند القيامة عند دخولنا في القبر عند خروجنا من القبر. يا حسين يومك شد بالي، مو بس بارك يا زينب والله بار العالمين انشدحوا، ملائكة السماوات انشدحوا يا زينب، صبرك أقوى من صبر الملائكة. يا حسين يومك يومك شده بالي وارخص الدمع الكان غالي غالي، انا تو ذكرت عز ودلالي تو ذكرت عز ودلالي من قوضت ذيك الليالي، لو انك لو انك يا خويا تشوف حالي لو انك يا خويا تشوف حالي اش حال الغريبه بغير والي، انا نفسي ما يساعدني، لكن يا اخواني اريد انت شويه طول نفسك، اريدك تنعوي يا زينب ارفع صوتك، اريد زينب تسمعك، العباس يسمعك، الحسين يسمعك، خويا اصبر وشوفك اصبر وشوفك طايح ومرمي على القاع وامشي بيسر وانا العزيز شلون ممشى، نارك يا خويا حسين تلهب دوم بحشاي شتم طفي ونار العطش تلتهب بحشاك. اسمع اسمع يا نور عيني يا نور عيني من تدير العين ليا تعمى عيوني وتظلم الدنيا عليا، يا حسين دونك رات سادتني المنية أو لا أشوف أنك تلوج وتصد بالعين. بعد يا حسين تدري تدري بالعليل شلون حاله، انخطف لونه ومن طحيت وانشده باله، خويا ينخاك من شاف العدا سلمة عياله ينخاك من شاف العدا
سلمة عيالي تدري عقب عينيك على ان الهضم يعسين افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. ارفعوا الدعاء ايديكم بالدعاء قولوا معي: اللهم اليك يا رب نصبت وجهي واليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي يا اسمع السامعين يا ابصر الناظرين يا اسرع الحاسبين يا غياث المستغيثين. الهنا فك رقابنا من النار. اخواني في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا غابت الشمس على اهل عرفات بعث الله الى كل من يقف فيها ملكا يقول: ابشر فقد خرجت من ذنوبك واصبحت كهيئه يوم ولدتك امك. هذا كلام رسول الله. اما الامام الصادق شو يقول؟ يقول: من زار الحسين عارفا بحقه مقرا بفضله رجع وقد خرج من ذنوبه كهيئه يوم ولدته. انتم هذه الليله هذه الساعه الله غفر ذنوبكم كلها، اصبحتم طاهرين مغفورين مرحومين. ادعوا لاخواننا المقاتلين في الجبهات بالنصره، ادعوا بان يعجل الله فرج مولانا امامنا سيدنا. بعدين اخواني صلاه الليل لا تفوتكم، لا ترى الخسران اللي ما يصلي صلاه الليل خاسر خاسر والله نادم. الآن ارفعوا أيديكم بالدعاء: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.